بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. أما بعد، بحول الله وتوفيق منه جل جلاله وعم نواله، سنستفيد من بعض بركات هذه الآيات الكريمات من سورة النحل. يقول ربنا جل جلاله وعز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. البخاري يتحدث عن ربيع الشرك. على كل حال، الله سبحانه وتعالى ينبه البشرية والجن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ولهذا لابد اللجوء إلى الله يكون بنا تابع اليقين في أن الله هو وحده هو الحاكم بأمره، هو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. ولهذا لابد الإنسان العاقل الذي فيه حكمة لابد أن يفهم أن الأمر يرد كله لله ولا شريك له في أي شيء صغر أو كبر شأنه. أفأمن الذين مكروا السيئات، أي الجماعات الثقلين التي تتآمر على الحق لتطفئ نور الله، كيف تأمن مكر الله وكيف تأمن عذاب الله ومقت الله؟ كيف؟ الخسران المبين هو هؤلاء الماكرين، هؤلاء المتآمرين على الحق، والله اسمه حق ووعده حق. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني المكر هنا فيه خداع وفيه تورية وفيه حسابات غير معلنة وفي عملية منع حق من قيمة أصحاب الحقوق. ولهذا كل متآمر خاصة اللي هم في الطليعة هم بنو إسرائيل الصهاينة، نقول لهم وكل اللي يتبعوهم من ناس عرفوا لم يعرفوا، يعني يسكم تفهموا أن مكر الله سيحيق بكم ويستدرجكم الله من حيث لا تعلمون ويملي لكم إن كيده متين. ولهذا يستحي بشوع منكم يطلع في الربح أبدا، لا نجاة له إلا بالرجوع إلى الله، يكفر عن ذنوبه من قريب، خير له خير له من أن يحق عليه القول وهو لا يعلم متى هذا القول سيحق عليه، ستنزل عليه العذابات وتخصف في الأراضي وتنزل السماوات كسفا عليه ويلعنهم اللعنون. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني هذو بالليل والنهار يجتهدون اجتهادا فاسدا سلبيا سلبيا بالنسبة لهم قبل بالنسبة اللي سيغدرون. أن تحطوا الأمة هي ليست أمة الآن، الأمة الإسلامية هيئات، الأمة الإسلامية أصبحت معنا شراب وفتات وغبار، في عناصر الحمد لله تبقى على المحج البيضاء حتى قيام الساعة، لكن الأمة لم يلتئم شملها ولم يكن كيان لها كامل حتى تستطيع أن تبني دولة تصول بالحق في الدنيا قبل الآخرة، لأن الآخرة كذلك هناك سلطان هو سلطان الله ونحن أولياء الله محميون بذلك السلطان، أما من عادانا فهو في جهنم ولا سلطان لهم حتى أن يطفئ النيران أو يخفف من العذابات أو يريد خروجا منها فإن محاطة بتسعة عشر فلا أولي بأس شديد عمالقة منظرهم يخيف، لكن طاعتهم لله كاملة لا يعصون الله فيما أمرهم. أما أنتم يا من تمكرون بالليل والنهار فأنتم في العصيان وقد جاهرتم به، سمعنا وأطعنا ومن تبعكم هم من قبيلكم سمعوا وأطعوا بما فيهم من يدعون الإسلام وحفاظ القرآن
وقد قلنا كم من مرة يكثر الجهال العباد الجهال والقراء الفسقة، هذه بلية تعاني منها الأمة حين هؤلاء يعتدوا أو يطلبوا المغفرة من الله، تبدأ الأمة في البنيان. أما حد الآن ما دام أمثال الكلب السيسي وأمثال كلب الشام، يعني الناس هذوما يغبوا في الله في الليل والنهار، ما دام هؤلاء يصولون الجلول يجولون، معنى ذلك أن الأمة لم تبن بعد، والغادرين بنا في شبه جزيرة العرب، والغادرين بنا في الضفة الغربية كذلك لهم نفس المصير إن لم يسعوا بالتوبة إلى رب العالمين. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني لا يشرفكم المكر ولا يشرفكم نتائج المكر واتباعات المكر، أي السيئات، أن يخسف الله بهم الأرض. أرينا عبر التاريخ كله أن الخسوف، أن الزلازل، الانزلاق، الأتربة لا تكون إلا في الشيء، ويحق القول على من ظلم في تلك الديار، تخرب ويبقى منها بعض الأثر، ولكن بشر طبعوا أن لا يعقلوا وأن لا يتذكروا المصيبات التي ضربت أمثالهم في من سبقهم، لذلك تتكرر العذابات واللعنات. وما من متخذ لنفسي سبيلا إلى النجاة فاعلموا أن وعد الله حق، وسيأتي عذابه من قواعد بنيانكم فيجعل عليها سافلا وسبيلا عليها، لأنكم دخلتم تحت مقتل الله، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وكل العذاب يجب يكون حروب أهلية، يكون غزو، يكون وباء والعياذ بالله وطاعون وسيدة وغير ذلك، ويكون الجفاف والمجاعات والعياذ بالله، أو حتى أمراض نفسية وعقلية بالأطنان إن صح التعبير، وهذا اللي قاعد يقع في هذا الزمان اليوم. حتى الناس المختصين ما فهموا لماذا الإنسان ينهار، لأنه نهار، لأنه لم يصبح حبيب الله، بل أصبح عبدا ذليلا لعدو الله الشيطان الرجيم. أين حب الله إلا على الألسن من إنس وجن ومسلمين بين الأطرين ويهود ونصارى؟ أين حب الله؟ حب الله يتجلى بحب الناس، لأن الناس كل عيال الله وهم بنيان الله، فلم نرى لهذا الحب إلا الأثر القليل، لأن الناس لا يفقهون من معنى الله. الله هو مالك كل شيء، الله هو الجميل في المطلق، الله هو الكريم، هو الحليم، هو المغدق، هو السيد. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقلنا عذابات النفسية اليوم أصبحت كالعذابات الاجتماعية، هي قاسم مشترك بين الثقلين والعياذ بالله. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو الأصفار والصفقات والصفقات والاجتماعات والندوات وكل ما هو نشاط الضار، لكنه هو مضع للوقت ومضع للفرص. وقلنا كم من مرة خاصة في بعض إذاعات التلفزيون لا يريدون أن يكون للعلماء قسم في إبداء الرأي وإصداء النصيحة، وهذا ما قاعد يتكرر لي خاصة أنا في هذه الديار. يقولوا تونس وما أدرك من تونس، عنا إذاعة القرآن الكريم فيها ناس طيبين وفيها ناس خبال وهم لا يعلمون أو يعلمون، ومنهم من قال لو حطينا فرصة واحدة لهذا الرجل لم يبقى لنا عمل، لأنه فعلا حين يأتون بالخبراء يقولون عندهم زاوية فقط يفقهون فيها ما يقولون، ولا تجربة لهم فيما يزيد شتى
منها ميدان الأمراض القلقية والأمراض الحصرية والأمراض الانهيارية والأمراض الهلوسية والأمراض من جميع ما الأمراض العدوانات بسيكوز، يعني يجيبوا من هنا شخص ومن هناك شخص آخر ولا يلتقيان، وتلقى التكرار الممل، والناس غشت المستمعين واللي معجبين بها اللي راعيها غشوا، لأنه ليس هكذا تدار من الأعمال في الإذاعة. لازم تكون هي ملتقى الأصوات جميعا وملتقى الاختصاصات جميعا. لماذا كلما اتصلت يعدونني ولا أرى شيئا؟ لأن كلمة الحق لحد الآن فهو صد عنها وضرب على أيدي وألسن أصحابها. كلمة الحق هي هنا ولنا، والحمد لله مجالات واسعة، يكفينا ما أعطانا ربنا، لكن سينزل عذاب الله على من كان يصد عن ذكر الله في تلك الإذاعات والقنوات الفضائية. احذروا، هؤلاء هم مقصودون بهذه الآية. أفأمن الذين مكروا السيئات، مكر السيئات قلنا خاصة في تونس، فما الناس من جماعة اللي الموجودة موجودة في أوكار الظلام والسوء، ما تصدوا عن سبيل الله. احنا هنا بالمرصاد ونكشف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اذكروا الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس، ومن الفجار من يسمى عماد. لقد التقيت به وأثرت به، ولكن لم ينصت إلى كلام يريد الخير للجميع، فقال: أتيت بعد من طلق القتال. أي قتال تعني؟ أي قتال؟ القتال لا يحمل وإن أمثالك، لا، الملك من الملك الله، والإذاعة هي لخدمة الناس شرقا وغربا، لا خدمة أغرارك. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أنت من خليت كلمة من الله أنه سوف لا يصيبك بحوادث طرقات أو بافتضاح أمرك، أخذت عن عند الله عهدا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ كذلك حينما تقلت لست بمعجز، لست بخارج عن سلطان الله ومعرفة الله، وحين يمقتك الله تخرج من هذه الأمة والعياذ بالله. نحن لا نرضى لك ذلك، لكن نفسك المريضة أمرتك بما ليس فيه خير لك ولمن حرمتهم من كلمة الحق. إذن اعلم أن عذاب الله قريب، ومن أنذر فقد أعذر، والسلام على من اتبع الهدى.